الهاكاثون هذايا سميناه انرجي واتش، هو نظمناه في اطار تظاهرة شهر ضد الفساد اللي تنظمها انا يقظ للمرة الخامسة على التوالي. الهاكاثون هذايا ينطرج في مشروع تقوم به منظمة انا يقظ بتمويل من معهد حوكمة الموارد الطبيعية انرجي اي، يهدف الى خلق منصة افتراضية تكون فيها البيانات المفتوحة والجميع المعلومات المتوفرة والحالة المفروها حول ما يخص الثروات الطبيعية في تونس. الهاكاثون هذا حاول نشاركوا فيه مولعين بالإعلامية مع نشطام المجتمع المدني مع صحفيين يعني يكونوا مختصين وعندهم معرفة بقطاع الثروات الطبيعية. حاولنا من خلال 16 ساعة أن الفرق المتكونة من مولعين بالإعلامية مع صحفيين مع نشطاء من المجتمع المدني أنهم يعطيوا تصور المنصة الافتراضية هذه، تصور المحتوى متاعها، المعلومات اللي تكون فيها، وكذلك تصور للجانب التقني كيفاش تقنيا تكون المنصة هذه معمولة. في الأخر تحصلنا على ثلاثة مشاريع، تحصلوا على الثلاثة الجوائز الأولى. المشاريع هذه فيها صحيح ممكن مهيش كاملة لأنه مخدمة 15 ساعة، لكن فيها آفاق واسعة، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة احنا في منظمة أنا يقظ بالتعاون مع الفرق هذه كذلك بالتعاون مع بعض الخبراء باش نطوروا في المعلومات والمنصة اللي باش نطلقوها إن شاء الله في شهر جافي 2018. الجروب الثاني مشيت معاه ما تحصل على حتى جائزة، لكن بصراحة خدموا ويعطيهم الصحة وتعبوا وحاولوا يقدموا الإضافة، وبالطبيعة ما روحوش بلاش، روحوا بمحبة كبيرة وروحوا بخبرة كبيرة، وإن شاء الله بمزيد التألق، وإن شاء الله مثل هذه المناسبات اللي تجمع بين ناس متخصصة في الإعلامية وناس متخصصة في العمل الجمعياتي والصحفيين ونشطاء في المجتمع المدني، وهذا الكل من شأنه أنه يزيد يدعم التلاحم بين أفراد المجتمع ويزيد يقوي العمل الجمعياتي ودوره في خدمة المجتمع. جينا احنا لي ديفلوبور ومعانا لي ديزاينرز ولي جورناليست ودي ريشيرشور. كان البروجي نتاعنا ان نعملوا معناها سيت ولا ابليكاسيون موبيل تخلي للمواطن معناها الحريه التامه في النفاذ للمعلومه معناها، وتخليها حاجه سهله على الاخر وكل شفاف. حبينا نخرجوا ان سوليسيون تحل المشكله هذه وتعاون يعني المجتمع المدني في القضاء على الفادي. انا اليوم فرحان اني ذي سي لا تروزيام فوا نشارك مع اي ووتش، اكسبيريونس مزيانه ياسر، تعلمنا منها كوميونيكاسيون، تعلمنا منها سوفت سكيلز كل شيء. ان شاء الله تعاود لي كومبيتيسيون كيف هكا، باقيين نشجعوا في الشباب فريمون يعني فرحان برشا اللي انا في اي ووتش سويكه، وان شاء الله تكمل المسيره في مخير ان شاء الله.